حضرتك بتعاني من اسمرار وشحوب في الوجه رغم انك انت كنت قبل كده كان عندك بياض وكان بشرتك جميلة جدا. طيب ايه اللي حصل لما حصل عندك تعرض لمقاومة الانسولين نتيجة اكل السكريات والنشويات بكثرة واتباع العادات الغذائية الغلط؟ زاد وزنك وحصل عندك مقاومة الانسولين. ارتفاع هرمون الانسولين اثناء مقاومة الانسولين بيؤدي الى زيادة افراز سبلة الميلانين التي تؤدي الى اسمرار وشحوب في بعض اماكن من الجسم، وايضا ارتفاع هرمون الانسولين بيؤدي الى صقل وتخثر في عصارة المرارة، فبيخلي عصارة المرارة مش قادرة تخلصك من هرمون الاستروجين الزياد. وهرمون الاستروجين وهرمون الانسولين اللي بقوا زايدين في جسمك ادوا الى الاسمرار والشحوب في الوجه. عشان تتخلصي من الاسمرار والشحوب اللي في الوجه، اسمعي اللي انا هقولك عليه. اول حاجة، ارتفاع هرمون الانسولين اساسا بيؤدي الى شحوب في اماكن كتير جدا من الوجه، وبيؤدي الى اسمرار وغمقان في بعض الاماكن في الوجه، وده لان هرمون الانسولين بينشط الخلايا التي تفرز سبلة الميلانين اللي بتزود اللون الغامق في الجلد. اول حاجة كده تتخلصي من الوزن الزايد عشان تتخلصي من مقاومة الانسولين. وعشان تتخلصي من مقاومة الانسولين يبقى تعملي حمية الصيام المتقطع، ولما تيجي تكسر الصيام وتاكلي تاكلي نظام غذائي يعتمد على الدهون رقم واحد، رقم اتنين البروتين، رقم تلاتة الالياف، وتقطعي او تقللي الكربوهيدرات على الاقل لا تتعدى 5% في نظامك الغذائي، ويفضل اول اسبوعين تقطعيها. وعلشان توصلي لمرحلة الانقطاع عن السكر والنشويات عامة، يبقى لازم تأقلمي جسمك على مصدر غذائي كبديل للطاقة شبيه بالسكر في سرعة الحصول على الطاقة، ألا وهو الدهون الصحية. لازم تاخدي فترة لمدة 10 أيام تدخلي فيها الدهون الصحية زي الكوكونات اللي هو جوز الهند وزيت الزيتون والأفوكاتو والسمن اللي بيجي من حليب الغنم وحليب الماعز، كل ده تعتمد عليه في نظامك الغذائي على الأقل 10 أيام قبل ما تقرري انك انت تقلل السكريات والنشويات وتبتدي في حمية الصيام المتقطع عشان ما يحصل لكش مشاكل اثناء عمل الحمية. بعد كده لما تيجي تعمل الحمية تعتمد على الصيام المتقطع والنظام الغذائي اللي انا قلت عليه. ازاي تقدر توصلي في الصيام المتقطع من 8 ساعات ما بين الوجبات الى 12 و14 و16 و18 و20 ساعة؟ انا عايزك توصلي ان اكلك كله يكون في 4 ساعات، اما العشرين ساعة المتبقيين في يومك يكونوا بدون اكل. وعشان حضرتك توصلي للطريقة ديت انا نزلت فيديو على القناة، اتمنى انك انت تشوفيه وتطبقيه بالظبط. النقطة التانية بقى اللي عايزك تنتبهي ليها اكتر، انك انت لازم تغسلي المرارة وتزودي نشاط الكبد في تخليص جسمك من هرمون الاستروجين. طب ايه علاقة هرمون الاستروجين بالموضوع؟ من اكتر الاسباب التي تؤدي الى اسمرار وشحوب في الوجه تراكم هرمون الاستروجين، تعرض لسيطرة وهيمنة هرمون الاستروجين. هل انت ممكن يكون عندك ارتفاع وسيطرة في هرمون الاستروجين؟ اي حد كان عنده ارتفاع شديد في هرمون الانسولين، ارتفاع هرمون الانسولين اساسا بيؤدي الى لزوجة وبطء في حركة عصارة المرارة وتصنيعها من الكبد، وده بيؤدي بالسلب على ارتفاع وتراكم هرمون الاستروجين في الجسم. هرمون الاستروجين ايضا بيحفز الخلايا التي تفرز سبلة الميلانين ويؤدي الى اسمرار وشحوب في الوجه. عشان كده لما بنشوف واحدة كانت حامل بيحصل لها نمش وكلف الحمل، واللي بتاخد حبوب منع الحمل وتمشي عليه لفترات طويلة، حبوب منع الحمل ده بيكون فيها هرمون الاستروجين، بنلاقي بيحصل معاها شحوب في الوجه. فانتي تدعمي كبدك انه يصنع عصارة مرارة كتيرة، وفي نفس الوقت تنشطي انزيمات الكبد لتخليص جسمك من الاستروجين، كل ده هيعود بالايجاب انك تتخلصي من المشكلة ديت. ولازم تصبري على الاقل 3 شهور عشان تحسي بمفعول. طيب ازاي تدعمي الكبد وازاي تغسلي المرارة؟ ده برضو موجود في فيديو على التيك توك وموجود في فيديو على القناة، ممكن ترجعي لهم وتقدري تعرفي ايه الاكلات اللي انت تاكليها وازاي تاكليها، تقدري تعرفي ايه هي الاكلات اللي تدعم لك تنظيف الكبد وزيادة تصنيع عصارة المرارة، وبالتالي هيؤدي الى التخلص من الاستروجين، وده هينعكس عليكي بالايجاب انك تتخلصي من الشحوب والاسمرار اللي عندك في الوجه. يبقى صيام متقطع
بنظام غذائي معين وتغسلي الكبد والمرارة، هو ده الرد عليكي. مشكلتك تتلخص في هرمون الانسولين وهرمون الاستروجين.